السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم هو درس في مادة الرياضيات، وهو الدرس الأول خلال الفترة الرابعة، عنوانه الأعداد الكسرية الجداء. بسم الله نبدأ. أول فقرة هي التذكير. أولا، ما هي قاعدة حساب مساحة المستطيل؟ إذا تعرفنا خلال الدروس السابقة على طريقة حساب مساحة المضلعات، والمطلوب هو أن نتذكر قاعدة مساحة حساب مساحة المستطيل، وهي S تساوي L مضروبة في L. L ماجسكول للإشارة إلى الطول، و L مينيسكول للإشارة إلى العرض، ونكتبها بحروف عربية. مساحة المستطيل تساوي الطول ضارب العرض. نتذكر هذه القاعدة لأننا سوف نستعملها خلال الدرس. بسم الله. إذا هنا لدينا مستطيل وهو على شكل شبكة تربيعية، مستطيل A B C D، يتكون من 7 تربيعات في الطول وأربع تربيعات في العرض. إذا باعتبار المستطيل A B C D وحدة لقياس المساحات، نحسب مساحة المستطيل A E F G. لدينا هنا، لاحظوا معي على القطعة AB، لدينا هنا نقطة E، ولدينا هنا وسط الشبكة نقطة F، وهنا على القطعة AD لدينا نقطة G. إذا باعتبار هذا المستطيل الكبير الذي تعرفناه في البداية AB C D كوحدة للقياس، سوف نكتب مساحة المستطيل AE FG، وهي الطريقة التي استعملناها خلال الدروس السابقة خلال تقديم الأعداد الكسرية. إذا أولا سوف نحسب الوحدة التي هي مساحة المستطيل ABCD. إذا طوله هو 7 تربيعات وعرضه 4 تربيعات. إذا ف 7 ضرب 4 تساوي 28. إذا نكتب كسرا مقامه هو 28. والآن ننتقل إلى المستطيل AEFG. القطعة AE طولها 5 تربيعات، وRG وهو العرض فهو 3 تربيعات. إذا 5 ضرب 3 تساوي 15. بهذا نحصل على كسر ممثل لمساحة المستطيل AEFG وهو 15 على 28. الآن ننتقل إلى السؤال الموالي، وهو باعتبار طول القطعة AB، القطعة AB كوحدة لقياس الأطوال، هنا نحسب طول القطعة AE. القطعة AB مقسمة إلى 7 أجزاء، والقطعة AE هي 5 أجزاء. إذا نكتب الكسر، المقام هو طول القطعة التي هي وحدة للقياس يعني 7، والبسط هو طول القطعة AE وهي 5. إذا طول القطعة AE هو 5 على 7. السؤال الموالي، وهو باعتبار طول القطعة AD كوحدة للقياس، نحسب طول القطعة AG. القطعة AD مقسمة إلى 4 أجزاء. طول القطعة AG هو 3 من 4. إذا نكتب مساحة AG على شكل كسر، بسطه هو 3 وهو طول AG، ومقامه هو 4 وهو الوحدة اللي هي AD. إذا هنا تعرفنا في البداية على المستطيل، حسبنا مساحة المستطيل الصغير المخطط بالأحمر انطلاقا من المستطيل ABCD، تعرفنا أطوال القطع انطلاقا من قطع المستطيل ABCD، والآن ننتقل ونعود إلى القاعدة التي تذكرناها في البداية. إذا نتذكر مساحة المستطيل هي S تساوي L مضروبة في L، والسؤال هو
نعود إلى الأسئلة السابقة. L الذي هو الطول هو 5 × 7، فهو طول القطعة AE، لأن هذا هو طول المستطيل AEFG، والقطعة AG هي العرض. الآن نعوض بالقيم التي وجدناها. لدينا AE تساوي 5 × 7، ولدينا AG تساوي 3 × 4. إذا هنا فنحن نطبق قاعدة حساب مساحة المستطيل الطول ضارب العرض. نتذكر أيضا الطول المساحة التي وجدناها في البداية وهي 15 × 28، نكتبها هنا كنتيجة لأن هي مساحة المستطيل. ثم بعد ذلك نلاحظ 15 × 28. عندما نلاحظ الآن القاعدة والنتيجة نجد أن 5 ضرب 3 هي 15، و7 ضرب 4 هي 28. إذا ضربنا البسط في البسط والمقام في المقام. إذا هذا العدد المحصل عليه والذي هو مساحة المستطيل AEFG، بسطه هو نتاج أو جداء البسطين، ومقامه هو جداء المقامين. إذا الاستنتاج، نستنتج أن جداء عددين كسريين هو عدد كسري، بسطه هو جداء البسطين، ومقامه هو جداء المقامين. نأخذ عددين A على B ضارب عدد كسري C على D. إذا جداء هذين العددين هو عدد كسري، بسطه هو جداء A ضارب C، ومقامه هو B ضارب D. إذا بعد أن تعرفنا الاستنتاج والذي من خلاله قاعدة تعرفنا قاعدة حساب جداء عددين كسريين وهي ضرب البسط في البسط والمقام في المقام، لدينا هنا عدد من الأمثلة سوف نقوم بالعمل عليها ولتعرف طريقة الحساب في كل مرة. إذا لدينا 2 × 9 ضرب 4 × 11، 2 × 4 البسط في البسط، و9 × 11 المقام في المقام تساوي 2 × 4 تساوي 8، و9 × 11 تساوي 99. ننتقل إلى المثال الثاني، 5 × 13 ضرب 1 × 2، نطبق نفس الطريقة، البسط في البسط، 5 × 1 و13 × 2 المقام مضروب في المقام تساوي 5 × 26. المثال الموالي 0.2 × 1/5، 0.2 هو عدد عشري، سوف نقوم بتحويله إلى عدد كسري وذلك للقيام بالعملية بالطريقة التي تعرفناها من قبل. إذا تعرفنا كيفية تحويل عدد عشري إلى عدد كسري، لدينا رقم واحد بعد الفاصلة، إذا سوف نكتب 2 وفي المقام 10 لأنه عندنا رقم واحد بعد الفاصلة. 0.2 هي 2 × 10 مضروبة في 1/5. ثم الآن نقوم بعملية الضرب العادية بين البسط وبين البسطين والمقامين. إذا 2 ضرب 1
ضارب 5 تساوي 2 على 50. آخر مثال وهو 4 مضروبة في 5 على 6. 4 هو عدد صحيح، سوف نحوله هو أيضا إلى عدد عشري. إلى عدد كسري. رأينا كيفية تحويل العدد الصحيح إلى عدد كسري، وقلنا بأن كل عدد صحيح هو عدد كسري مقامه هو واحد، يعني 4 هي 4 على 1 مضروبة في 5 على 6. ثم نقوم بضرب البسط في البسط والمقام في المقام. 4 مضروبة في 5 و1 مضروبة في 6 تساوي 20 على 6. طبعا هذه الأمثلة نأخذ وقتنا لفهمها، وبعد ذلك ننتقل إلى ترييد المفهوم من خلال مجموعة من الجداءات المطلوب منا حسابها. لدينا 7 على 8 ضارب 4 على 5، 9 على 7 ضارب 2 على 3، 1 على 100 ضارب 7 على 4، 56 على 13 ضارب 2 على 17، ثم 0.7 أو 7 أعشار مضروبة في 3 على 7، و5 مضروبة في 24 على 18. خلال إنجازنا لهذا النشاط نحرص على تطبيق القاعدة أولا، وعلى استعمالنا الصحيح لجدول الضرب، ودائما نرجع إلى الاستنتاج وإلى الأمثلة. وشكرا وموفقين بإذن الله تعالى. السلام عليكم.